الحمام راح نستثمر وجودك على الهواء، وراح اكيد نسمع منك ومن شعرائنا اللي موجودين ويانا. فراح يبدي انمار، وانت راح ترفقين انمار، ومن بعدها راح يجاوبنا الجميل ارقم. تفضل انمار ابدي. والله بالنسبة لي أنا طبعا الموضوع مشوق جدا، وفي آراء كثير ووجهات نظر كثير، لكن بالنسبة لي أول شيء الحب حسب المرحلة العمرية ممكن يكون، ممكن ترتبه حسب الأولويات. يعني في البداية ممكن يكون بالنسبة للصبية يعني هو إرضاء للغرور للصبية، بعدين هو ممكن يكون مع الشاب اهتمام، مع الوقت ممكن تحكي هو مسألة أمان عندما يوصل إلى خريف العمر. هو خريف أمان. العمر هو بالضبط. أمان. وحتى يعني تعقيبا على القصة يلي ذكرتها، قصة دار العجزة، إنهم حبوا بعض لأنه بجوز وجد كل واحد بالآخر الأمان، أو هو ملجأ للطرف الآخر. طيب خلينا نسمع شعر منك، وراح تجاوبك أكيد طوق الحمام من خلاله، وأكيد راح يرفقنا الجميل